الهداف التاريخي واول نقول لاعب في نادي المئة، احرز 176 هدف 4 مرات، هداف الدوري المصري، احسن لاعب 65، لعب لفريقه من 59 لسنة 76 واعتزل في نهاية الموسم ورجع تاني عشان خاطر ناديه، لعب 2 بطولة عربية، لعب 2 دوري بحر متوسط في نابولي وازمير بتركيا، هداف بطولة افريقيا 1963 بغانا ب6 اهداف، الهداف التاريخي لمنتخب مصر ومحدش نزعه في رقم الاهداف 12 هدف، النجم والمدفعجي الكبير نجم مصر كابتن حسن شاذلي. كابتن حسن اهلا بيك. اهلا كابتن محمود، الصحيح. برحب بيك على شاشه قناه النهار لاول مره. اهلا وسهلا، وانا مبسوط جدا اني يعني اتاخرت العمليه لكن معلش يعني ملحوق يعني. احنا سعداء بيك وانا يعني سعيد بيك على المستوى الشخصي. تحت امرك يا حبيبي. رد الفرج كانت البدايه؟ حواري رد الفرج؟ طبعا هو في يعني زمان كان في مناطق يعني كان في بولاق، كان في ردو الفرج، كان في السيده زينب، كان في الدراسه، كان في وكل منطقه كان فيها نادي شعبي بيمثلها. شعبي يعني ايه؟ يعني واحد من اهل المنطقه بيجيب لبس وبيجيب كور وبتاعه وبيعمل نادي. فمن حسن حظ طبعا ان انا كنت في ردو الفرج في نادي اسمه نادي المستقبل. ايوه، كان صاحب النادي او اللي بيصرفوا على النادي 2، واحد اسمه ابراهيم عبد العزيز وواحد اسمه مصطفى صيام. مصطفى صيام الاثنين كانوا بيشتغلوا في الترسانه. في الترسانه. فطبعا انا بس عايزين نعرف الناس اسم الترسانه ده هو الترسانه البحريه هو اللي بتعمل السفن. ايوه عشان برضو يعني الاول الاول كانت الترسانه دي اسمها الترسانه البحريه. أيوة. اللي هي شغلها كله في السفن والحاجات دي بالظبط. احنا مالناش دعوه، احنا لنا دعوه بالكوره بقى. لا انا بقول بس يعني يعني بنعرف نبذه طبعا الاثنين دول كانوا اي حد كويس في المنطقه ياخدوه يدوه الترسانه. فمجموعه من عندنا من ردو الفرج رحنا نادي الترسانه. لا قبل ما نروح نادي الترسانه. أيوة. عشان ناخدها مراحل يعني. حضرتك كنت في ردو الفرج وكنت بتنزل وتقعد تشوط والشجر. أيوة. والنادي لوحدك يعني مين شافك قال الولد الصغير ده ممكن يبقى لعيب؟ عندك المواصفات ايه؟ اللي شافوه فيك؟ لا هو يعني ده سؤال جميل جدا، لان الواحد فينا او اللعيب علشان يبقى عنده مهاره لازم يبقى عنده مثل اعلى يتفرج عليه. مين كان مثل اعلى بتاعك؟ يعني انا كنت بحب عصام بهيج جدا في نادي الزمالك. عصام بهيج طبعا كان عنده من ناحيه اليمين بيشوط الكره سكرو تلف تروح الزاويه البعيده كده برجله كده ابو شتر الخارجي. كان بيلعب جناح ايمن. زمان كان في جناح ايمن وجناح ايسر بالظبط. فكنت احب عصام قوي. واروح نادي الزمالك اتفرج عليه في الماتشات، عصام وعلاء وشريف الفار. علاء الحمولي. علاء الحمولي طبعا. مجموعه نادي الزمالك وكابتن حنفي بسطان. كابتن حنفي طبعا. وياكن والدالي وعلي بكر الجول. قلده محمد رفاعي طبعا. بعد كده رافض عطيه، عبد نصحي. كانت مجموعه مميزه جدا، كنت بحب نادي الزمالك واروح اتفرج عشان عصام. كنت طبعا كان في كليه اسمها كليه الاداب في شبرا. كنت العب في الملعب بتاعها. دي فيها ملعب محدش ليه سيطره عليه، تنط من على السور وتلعبه خلاص. تروح اخد كوره والجول وراه حيطه ونشن في القائم، مش هجيب جول يعني، اشوط الكره في القائم عشان اتعود ان انا توجيهاتي او توجيه الكره صح من غير ما حد يقول لي. لكن انت حبك في اللعبه، المثل الاعلى اللي عندك اللي انت يعني عايز ابقى زيه. عايز ابقى زيه طبعا. ده بيلعب درجه اولى في الزمالك، ده بيلبس ايه، ده بيمشي ايه، ده حتى اللبس كنت بتبص له بيلبس ايه. كله كانت يعني كنا نروح قبل الماتش مثلا. التفاصيل دي بتخليك تبدع بعد كده وتبقى خليك مركز. هو ده اللي بينمي شخصيتك بالظبط يعني، بتكون اسمك وشخصيتك. طيب. من المراحل دي في المنطقه كنت مشهور انك شويط؟ لا ولا لا كنت لسه بس كنت لعيب. كنت لعيب كانوا بياخدوك بقى في الدورات الرمضانيه والحواري والمناطق والكلام ده. كره الشراب والحاجات دي. لعبت كره شراب؟ طبعا. ما فيش حد زمان ما لعبش كره شراب. يعني مصطفى رياض في الشارع الجديد في بولاق. في بولاق طبعا نجم. كان مصطفى طبعا نجم، فكنت اروح انا وهو نلعب مثلا. يا سلام. يعني كنت تعرف كابتن مصطفى قبل ما تروح ترسانه؟ لا. كان مشهور؟ لا. مصطفى رياض كان مشهور بكره الشراب قبل ما يروح ترسانه. لكن زي ما بقول لسيادتك ان كانت في حاجات مقومات بتساعد اللعيبه عشان يوصل للنادي، اهمها
اللعب في شوارع بتلعب فيها كرة الشراب، في أندية شعبية بتروح النادي بيعملوا ماتشات ودية مع بعض، بتلعب في القلعة، بتلعب في الدراسة، بتلعب في الوراق، بتلعب ماتشات. كنت مشهور بايه في 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 في, في التوقيت ده بالذات؟ لا كنت حريف يعني، جسمه قليل وحريف، ما كانش لسه حكاية الشوط دي. سنة 57 خدنا مجموعة من رود الفرج ورحنا الترسانة. كان بيدربنا اتنين مدربين، الكابتن علي عثمان والكابتن راشد. دول اللي كانوا ماسكين الناشئين، عملوا لنا اختبار، خدونا انا وكان مصطفى رد متواجد قبلي بسنة. من حسن عزيز طبعا ان انا اختاروني ضمن المجموعة اللي اختاروها من المجموعة عندنا. دي بقى مين كمل منها يا كابتن؟ والله هو كدرجة اولى مفيش غيرنا فيهم اللي وصل درجة اولى. تمام. في ناس لعبت معايا في الناشئين كتير وكانوا نجوم. كانوا نجوم. لكن هم كانوا سابقيني في السن، فلما انا وصلت لسنهم وطبعا الظروف بتساعد يعني. بالظبط. يعني كان عندنا جناح ايمن اسمه الكابتن روس في الدرجة الاولى الممتازة. كان روس وزكريا وبدوي، وكانت فرقة نجوم يعني. فكبر فعايزين وينج رايت بداله. فمين موجود؟ في اتنين، يا مصطفى رياض يا الشاذلي، هم دول اللي ممكن في الناشئين اشهر ثنائي في مصر بعد كده. ما كناش لسه بعد كده. لكن دخلنا النادي يعني. فخدونا انا يوم الاربعاء اتمرنت، يوم الجمعه كان عندنا ماتش في اتحاد اسكندريه مع نجوم اتحاد اسكندريه، كاتو الديبه كانت طبعا سعد الراشد صح. نجوم. كنت انا لسه صغير جدا وهم عمالقه. كام سنه يا كابتن؟ 17. 17 عمالقه. فروحنا كسبنا الماتش 1-0، واللي جاب الجون حمدي عبد الفتاح نجم نادي الترسانه. طبعًا. طبعًا. لما بنيجي بنقول على الـ 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 المثل بتاعك او القدوه، بقول لك عصام، بقول لك صالح سليم، بقول لك الدزوي، بقول لك حمدي عبد الفتاح، دي كلها كفاءات على اعلى مستوى. يعني كل نادي كان فيه نجم هو اللي بيحدد مسار النادي. يعني زي ما قلت لك وبعيد لك تاني، دول كانوا كل دول كانوا تنقل قدوه بالنسبه لك. قدوه. كل واحد في مكانه. صالح سليم كان بيلعب ضربات راس حاجه عالميه. مشهور. مايسترو. شكله جميل، فانت عايز شكلك يبقى جميل. بيلبس ايه؟ بيعمل ايه؟ بيلعب الكره بالهيد ازاي؟ الستايل بتاعه ايه؟ عندك حمدي عبد الفتاح في الترسانه احسن واحد يشوط الكره وهو بيجري. الشوط من الجري ده غير الكره، الشوط من السبات طبعا. وهو بيجري كان هداف درجه اولى. تمام. الدزوي احسن هداف جابته مصر. كابتن الدزوي. الدزوي طبعا في تاريخ مصر. انا ما شفتش هداف جوه 18 زي الدزوي يعني. في طبعا بعد كده زي ما طلع نجوم في الناحيه التهديفيه نجوم. يعني لما بنقول على ابو جريشه بنقول الخطيب، كابتن سيد عبد الرازق، طاهر ابو زيد، سيد عبد الرازق، كلهم نجوم على مستوى عالي. و كنت بقى في سنه 57 كنت بتروح، يعني كان ايامها كانت الترسانه في الزراعه في الارض الزراعيه. ايام ما كانش فيه لسه العمار الكبير ده اللي موجود حالا اللي فيه الترسانه والميت عقبه والمهندسين والاماكن الموجوده دي خالص. كان قدام قصادكم الناحيه الثانيه كانت النادي الزمالك، كان لسه بيتنشئ نادي الزمالك. نادي الزمالك قلت لك كان هم في مسرح البالون. واحنا كنا في مسرح البالون معاهم برضو. ايوه. كنا جنب بعض في البالون، احنا اتنقلنا احنا الاول وهم جم بعدنا بسنه. فنفس القصه يعني الترسانه والزمالك يعني. قبل ما يتبني الحاجات دي كلها كنت بتركب ايه بقى من رود الفرج عشان تروح نادي الزمالك؟ لا هو كان المواصله الشهيره جدا ان انت بتوصل لغايه كوبري الزمالك. كوبري الزمالك اللي هو الكوبري اللي اتشال حالا ده بقى اللي اتشال. كوبري ابو العلا. لا كوبري الزمالك اللي بعد ابو العلا. اللي بعد ابو العلا ده كان فين بقى؟ اللي هو فوقيه 15 مايو. 15 مايو. اي ما هو ده اسمه ابو العلا. لا ابو العلا الاولاني. في ابو العلا وفي الزمالك. تمام. يعني اول الزمالك كوبري الزمالك، اخر الزمالك كوبري ابو العلا. كوبري ابو العلا على ابو لا، كوبري الزمالك على بعد كده المهندسين والاماكن دي. فكنا بنوصل لكوبري الزمالك والمواصله تقف. تقف خلاص ما فيش. يا تمشي يا تركب عرش. مشوار طويل قوي.
من كوبري الزمالك للترسانه لا مش كبير برضه ابدا آه. ابدا انت لو بتشوفه يعني آه. الاول كان صعب الاول كان ما فيش حاجه خالص فكله الزمالك دي ما كانش في كوبري 15 مايه ولا الكلام ده الدنيا كانت عاديه جدا لا 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 ما انا بقول سيادتك كانوا كوبريين فانت كان في حاجه عربيه كارو توديك بتعوبه عربيه كارو توديك بتعوبه كنت تدفع فيها كام يعني تعريفه باين ولا تعريف عارف ما انت ما كنتش بتاخد حاجه البيت الاول قبل برضو ما نروح الترسانه ونستفيد في مسيرتك مع الترسانه كان مرحب ان حضرتك تبقى يعني تلعب كوره وكده ولا كانوا شايفين الحاجات دي انك تعمل بقى دراستك وتعمل بقى شغلك وحاجات لا هو شوف انا يعني في يعني شخصيات كده ربنا بيوجه العمليه يعني انا من الناس اللي يعني اديت عمري كله لكره القدم يعني ضحيت بوقتي وجهدي وكل حاجه عشان كره القدم حتى الان انت كل يوم لازم تروح نادي الترسانه كل يوم الساعه 12 او 11 الصبح انت هو ما انت عارف ولا طبعا طبعا خلاص بقت عمليه عاديه يعني ما اعرفش اروح قهوه ما اعرفش اروح حته تانية خالص النادي يعني انزل من الصبح من البيت رايح النادي اخلص شغلي وبتاع وارجع لكن زي ما بقول لسيادتك اني الكوره يعني اديتنا كتير يعني الكوره رغم الامكانيات القليله اللي كانت موجوده ايامنا لكن الكوره اديتنا كتير جدا واديتنا سمعه واديتنا شهره واديتنا اسم كويس وعوضتنا حاجات كتير جدا عن النواحي الماديه. طيب اول بقى ما رحت وبدات بقى مع الناشئين كانت المكافاه زي ما كنا بنتكلم انا نتكلم انا واسلام صادق قبل الحلقه وكان سالك كام سؤال كده اول مكافاه اخذتها كانت قد ايه او التمرين كنت تقعد فيه ايه؟ لا في الناشئين ما كانش فيه حاجه واحنا تحت ال 16 ما كانش فيه فلوس كان بيجي يوم الماتش يديك ماركه تاخد سندوتشين جبنه وازازه كاكولا ده كل اللي كنت بتاخده قبل الماتش تشجيع ليك يعني اقول لك حاجه تذكرني كان نادي الزمالك كل سنه بيعمل مسابقه سداسي اسمه ايه رايك في الصوره دي اهو ستايل ثاني خالص ها كلامنا صح اهو 76 176 هدف نادي المئة دي سنه كام الصوره دي يا كابتن لا دي في الـ في 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 الستينات اعتقد اواخر الستينات او السبعينات بدايه السبعينات ما هو ال 176 دول انا ما جبتهمش لوحدي لا انا معايا مصطفى رياض طبعا ومعايا محمود حسن ورايا ابراهيم الخليلي وفتحي بيومي معايا نجوم وحرب اللي سابت شوري وكابتن وخيري وكابتن خيري كان الكابتن كابتن فؤاد جوده الشواكيش لا دي في السبعينات دي في السبعينات دي فحاجة يعني أيام وتاريخ وحاجات حلوة وجميلة وذكريات حاجة ما فيش كده يعني يعني أنت بتبص للمستقبل أهو والحمد لله طيب. أن وصلنا حاجة ابتدت كويسة ابتدت أمتى فريق أول يا كابتن بقى؟ فريق أول سنة 59 59 أيوة أول مباراة زي ما قلت لك لعبت اتحاد اسكندرية في اسكندرية وكسبنا 1-0 والكابتن حمدي عبد الفتاح جاب الجول كسبنا 1-0 ورجعنا من اسكندريه طبعا انا في منتهى السعاده كنت بتلعب مين بقى في اسكندريه بقى كان ديبه كابتن ديبه كابتن ديبه كان بيلعب كاتو حارس المرمى سعد راشد كل نجوم الكبار جدا بتوع نادي الاتحاد اللي هو الجيل اللي قبلي مثلا بيلعب قبلي 15 سنه انت جيت بقى استلمت من مين في الترسانه انت وكابتن مصطفى انا ومصطفى استلمنا من الكابتن حمدي عبد الفتاح الكابتن محرم ودول كانوا نجوم حسين العقر حنف ابراهيم حنف شعراوي يعني نادي الترسانه كان زي اي نادي تاني مليء بالنجوم طبعا لا انتوا الجيل الستينات ده 59 ل 64 65 ايوه كنتوا انتوا ملء السمع والبصر حتى كملتوا كام في السبعينات برضو كنتوا منافس قوي جدا ايوه اهلي زمالك ترسانه والجيل اللي قبلنا اللي انا قلت لك عليه هو ده اللي اول مره لعبنا كنا بنلعب على الدوري العام مع الزمالك نهائي سنة كام 59 ايوان اللي هو جيل بهاء وخيري وفؤاد جوده والشغبي وحمدي عبد الفتاح واحمد محرم وحسين العور وحنف ابراهيم وحنف شعراوي نجوم طبعا دول كانوا قمه يعني فرقه الترسانه كانت فرقه احنا طلعنا من خلال هذا الجيل انا مصطفى رياض بدأ عبد الفتاح في اول طلوعه قبلنا بسنه كان نجم كبير جدا كابتن بدوي طبعا كان بيجمع حاجتين في الكورة قليل تلاقيهم كان هداف وصانع لعب فكان بتبقى حاجة يمكن لما راح الأولمبي
سعد الاولمبي ناخد الدوري، خد الدوري 66 ببدو يعني، صحيح عز ومفرنساي وكاس كل دول يعني طبعا. لكن لما باجي بقى للجيل بتاعنا احنا اللي احنا بقى مشينا في الترسانه وخدنا الدوري 62 وخدنا الكاس 65 و67، جيل مصطفى رياض ومحمود حسن وحرب وابراهيم الخليلي وبدو فتاح في الاول كان معانا قبل ما يروح الاولمبي، فتحي بيومي، ابو العز، وبعد كده دخل رأفت مكي، دخل شاكر عبد الفتاح، عباس فخري، وعباس فخري، حسن علي، الحملاوي، يحيى السيد، التونسي، ده بقى اجيال اجيال. لكن ده جيل وادم لحق، الكابتن ادم، لا انا كنت بدربه، كنت بدرب ادم. الجيل بقى اللي بعد كده بقى، عم الشيوي عمل معاك ايه سنه 59 60؟ عم الشيوي طبعا هو اللي كان بيكتشف اللاعبين. عم الشيوي طبعا هو اللي لاعب مصطفى رياض، هو اللي لعب حمدي عبد الفتاح، هو اللي لعب محمود حسن، هو اللي لعبني عم الشيوي. عم الشيوي كانت عنده يعني زي ما بيقولوا في الكوره نظره ثاقبه، يعني يحط ما عادش موجود زي عبده بقال في الاهلي زمان مثلا، حاجه زي كده. هو كان زمان كان الانديه فيها كده يعني كشافين، فيها كشافين وناس يعني بيعرفوا في الكوره تمام يعني. فده كان بيساعد الانديه كتير. دلوقتي العمليه دي بقى يقول لك مدرسه الكوره. طيب بيسالوك زمان في الاعداد، مين كان وقتها في الاهلي والزمالك في التوقيت ده، التوقيت اللي بتقعدوا فيه بقى منورين او كده في الترسانه؟ شوف يعني ده حاجه جميله جدا، يعني النادي الاهلي كان فيه صالح سليم، كان فيه رفعت الفناجيلي، الله، كان فيه طه اسماعيل، كان فيه الشربيني، كان فيه طارق سليم، عادل هيكل. فكرتني بكابتن شربيني، نفسه يبقى ضيفنا النهارده في يا ريت، شخصيه ممتازه طبعا. يعني النادي الاهلي نادي النجوم. لو دخلنا على الزمالك برضو هنلاقي فيه نجوم زي النادي الاهلي، كابتن حماده امام، كابتن عصام بهيج الاول، عصام بهيج طبعا، عصام وعلاء وشريف الفار، بعدهم حماده امام، نبيل نصير، علي محسن، عبد النصر، رفاعي، ياكن، رافض عطيه، الدو، شاهين، ان شاء الله الدو جابوا شاهين طبعا، يعني طبعا. فنجوم اللي كان بينافس الاثنين دول بعد الترسانه كان الاسماعيلي. الاسماعيلي بعد الترسانه، الاسماعيلي خد منكم كام منكم بعد كده على الاولمبي؟ كابتن حماده امام هو برضه في بعض الاهداف اللي كانت، ده فريق اجنبي. ايوه اعتقد ده فريق اجنبي كان، وستهام. وستهام برضه ذكريات جميله. كان كانوا مستعينوا بيك اهلي وزمالك في المباريات الاجنبيه؟ لعبت الزمالك، لعبت معاهم كتير جدا، والاهلي لعبت معاهم. الزمالك لعبت مين والاهلي لعبت مين؟ لا الزمالك لعبت ضد بارتيزان، بارتيزان بلجراد. بلجراد طبعا. لعبنا ضد يوغوسلافيا طبعا. لعبنا انتراخت الالماني، انتراخت طبعا. ايوه لو حالا انتراخت فرانكفورت، فرانكفورت طبعا. دي كل الفرق دي كانت بتيجي عادي جدا زمان، كانوا بيستمتعوا بمصر وفي الشتاء. كان بيجوا في الشتاء، يجوا عندنا في الشتاء، عندنا شمس وجو كويس. المجري كان بيجوا فرق كتير جدا. وتوكلا براغ، نروح انا ومصطفى رياض نلعب مع الزمالك. رحت انا وشاكر عبد الفتاح لعبنا مع الاهلي ضد ماتش ليجيا وارسو. ليجيا وارسو الماتش كان فيه 120,000 البولندي. ايوه الماتش كان فيه 120,000 حاجه مش ممكن في الاستاد. بس الهدف اللي انت جبته الكابتن هشام عزم ده كان في ملعب الزمالك، في نادي الزمالك. رجعوا لنا تاني بعد اذنك، ده ملعب نادي الزمالك. شفت الناس زمان كان في نادي الزمالك يلعبوا في ماتش الزمالك، وكابتن عادل هيكل طب معانا نجمنا الكبير، يا ريت الاسطوره والرمز والحارس العالمي كابتن عادل هيكل. كابتن عادل. ايوه حبيبي، وحشني. وانت كمان حبيبي، تقول محمد عباس يقول لك حبيبي. ازيك يا كابتن عادل؟ الحمد لله. معانا نجمنا الكبير كابتن الشاذلي. انا عارف كابتن الشاذلي اللي كان بيدفع. يا كابتن عادل، ده انت نجم يا كابتن عادل، انت نجم. الله يخليك، الله يخليك. حارس مرمى ما جاش زيك يا كابتن في الكوره. ربنا يخليك والله العظيم. الله ربنا يخليك. في ناس علمناهم ازاي يلعبوا كوره وعمالين يقولوا مش عارف ايه. معلش احنا لازم نستحمل. يلا معلش يا كابتن، المهم الصحه تبقى تمام والمزاج تمام، وده اهم حاجه ان احنا نسمعك ونشوفك زي ما شفتك يوم التكريم. بالظبط، معزز مكرم يعني. ربنا الحبيب ده انت فاكر لما كنت حاخدك النادي الاهلي؟ ايوه كنت رايح. كان عايز ياخدني النادي، خدني عزمني عند واحد صاحبه في عزبه. لا واحد صاحبي ايه، عزمته في البيت. لا ده البيت ده كان حاجه تانية. البيت ده اول مره اروح لك البيت. اللي كان على النيل.
كنت عايز اخلص منك بقى كل يلا كابتن ربنا يكرمك يا كابتن. كابتن عادل. ايوه وحشتني يا كابتن عادل والله. وانت كمان وحشني والله. من احلى الحلقات ومن احلى الحاجات اللي بعملها مع حضرتك. حوار ممتع يعني. حضرتك هتشرفني امتى؟ انا فين؟ هتشرفني امتى في النهار؟ انا في اسكندريه دلوقتي. في السرير؟ في اسكندريه. في اسكندريه. في اسكندريه وصايف. عشان شم النسيم بقى. ايوه ايه عايزك تضحك كده يا كابتن عادل وتبسطنا. ليك حاجه كده ذكريات كده موقف كده مع كابتن شاذلي؟ هو قال لك اهو اللي عزمني غير التاني غير عزمني في البيت عنده عشان يعمل لي غسيل مخ عشان اروح الاهلي. بس للاسف بتاع ترسان ما وافقوش. كان هو اللي هيعمل لي غسيل مخ. مبسوط كابتن عادل؟ مبسوط من النادي الاهلي الايام دي ولا زعلان على مستوى النادي الاهلي؟ عالمي مبسوط على مستوى النادي الاهلي ولا زعلان؟ مختار النادي الاهلي. مستوى النادي الاهلي الايام دي. مستوى النادي الاهلي. والله انا ما بتفرجش على كوره. والله ما بتفرج على كوره. عموما احنا اطمنا عليك كابتن عادل وسعداء بوجودك معانا. وطبعا في ضيفتنا نجمنا الكبير وهدفنا التاريخي كابتن حسن الشاذلي. كل سنه طيب يا كابتن. كل سنه طيب يا حبيبي. وحسن الشاذلي ده من الناس الكبار اللعيبه اللي كانت تجيب من بعيد. كابتن عادل هيكل نجمنا الكبير بشكرك وكل سنه وانت طيب. سلام يا حبيبي. سلام يا فندم. سلام يا كابتن عادل. سلامة. بيسعدك يا كابتن الناس دي ما تواصل معاك بنجم بقيمه وحجم كابتن عادل. لا ده انت تذكر يعني التكريم اللي كنا فيه. طبعا كنا موجودين مع بعض. فشفنا شخصيات من ضمنها الكابتن عادل هيكل. الواحد بيبقى في منتهى السعاده. تكريمك يا كابتن بيعني لك ايه بعد السنين الطويله دي كلها؟ هو شوف في يعني ده يدي يعني قدوه للناشئين. ان انا لما بتعب وبعرق لما ببذل جهد واعمل تاريخ في مكافاه ليك. والعكس صحيح ان كتير قوي لعبوا ومحدش يعني بيتكلم عليهم او بيسال عليهم. يمكن سياده الوزير خالد عبد العزيز قال كلمه كانت جميله جدا في كل المؤتمرات. في كل بمعنى المؤتمرات. كل اللي احنا رحناه. قال لك ان التاريخ الرياضي في الملعب طبعا مش في الاداره. لا طبعا يعني انا وزير النهارده وزير ممكن بعد سنه ما ابقاش وزير. يعني مش مرتبطه. أيوة. بالظبط. فلما واحد كبير زي ده بيقول الكلام ده طبعا حاجه قدوه يعني طبعا ان بيدي مثل للاجبال والحاجات دي ان انت تلعب وتشقى وتثبت وجودك عشان التاريخ يذكرك. اكيد لان التاريخ في الملعب ملوش حاجه. ما بيزيفش يعني. يا كابتن شاذلي. لا طب طلعنا فاصل بقى. قول له فاصل بقى. طب فاصل يا حبيبي بقى. لازم يفضل التعاون ما بين المديرين الفنيين في الدوري وده تقريبا بيحصل بشكل بس لسه ما اكتملش. لسه ما شفناش مستر كوبر في النادي الاهلي والزمالك والمقاولين والدجله والاسماء اللي احنا قلنا عليها والاسماعيلي وكابتن حلمي طلان سموحه. الاسماء دي انا كنت اقترحت ان هو مستر كوبر لازم يتعاون معاهم ويتعاون معاهم كويس جدا لان هو فعلا هم دول اللي هيجهزوا لعيبته. هو ده اللي هيبنوا له فعلا منتخب لان هو ما عندوش وقت خالص يعمل اي معسكرات. قلت ان احنا هيبقى جدال كبير قوي بين الحاج عامر ومستر كوبر وفعلا ده حصل يعني لان الراجل ما عندوش اي وقت خالص ما عندوش حتى وديات يلعب بيها. فيعني انا شايف ان احنا في مأزق كبير جدا لبناء تيم جديد لمنتخب مصر. هنعتمد على الناس اللي لعبت في افريقيا وانا شايف ان الكابتن اسامه نبيه بحيي تحيه كبيره جدا لانه قايم بدور كبير جدا في المرحله ديت. راجل معذور لحد الان معذور ما يعرفش التيم بدرجه 100%. انا شايف ان 60% يعني اللي شغال كابتن اسامه نبيه في اراءه في اختيار اللاعبين لكن الراجل واضح ان هو شخصيته قويه بيعمل حاجات فعلا بيدل ان الراجل ده عايز ينجح بس مفيش امكانيات وده اللي احنا كنا بنقوله قبل ما يتولى. هنشوفه كتير قوي في المدرجات مش هنشوفه في الملعب كتير. حتى الوديه اللي كنا الشهر ده المفروض ان هو يلعبها اتلغت وكنا بانيين عليه امل كبير ان هو الراجل بدا يرسم ملامح اللوحة عنده أو ملامح المنتخب عنده لكن هو يعني بيجمع اللعيبة على قد ما يقدر. أنا شايف الموضوع صعب شوية لكن هيعدي وإن شاء الله رب العالمين. دوري بادئ سخن
بادئ بداية مطمئنة لمستوى الفرق، مستوى الفرق كلها متقارب. عندنا 3 أجيال أو تقريبا 4 أجيال رابطين مع بعض كويس جدا، عندنا الخبرة وعندنا الوسط وعندنا الناس اللي هي لسه بتكافح إنها تكون في منتخب مصر. عندنا منتخب أولمبي كويس جدا، عناصر مبشرة بالخير، ممكن تكون لعيبة دولية وناجحة جدا، لكن زي ما أنا بقول إن إحنا في المرحلة ديت ما عندكش حاجة في الأجندة لحد التصفيات. فأنا قبل ما يتولى مستر كور قلنا ان احنا لحد التصفيات هنشوف منتخب ممكن خلي بالك في الكوره جايز كل حاجه، تلاقي منتخب عالي جدا في المستوى بالصدفه او من غير شغل تدريبي، او الناس اتجمعت مع بعض ولقيتها لعبت مباراه كويسه، لكن ده مش هيستمر كتير من قله الانسجام وثبات التشكيل. ده على عامل كبير جدا في عامل التدريب. فانا شايف ان الموضوع يعني ان شاء الله رب العالمين خبرة لاعبتنا اللي موجودة تقدر تعدي التصفيات دي ونقدر نوصل لكأس الأمم الأفريقية. لا أجيد تسويق نفسي، وده مشكلة كبيرة فيها من زمان، يعني حتى وأنا كنت لعيب. ما بقى يعني هو الفترة الأخيرة تردد اسمي بشكل قوي إن أنا أكون موجود في الجهاز كابتن غريب حتى، وبعد كده مستر كوبر قال إن هو هيحتاج مدربين معايا، وبعد كده قالوا ان الكابتن عبد الظاهر هيمسك منتخب ال 2001 و99. اسم موجود في الساحة، لكن امتى يبدأ عبد الظاهر الساحة مش عارف، يعني لحد الآن مش عارف. يعني والله أنا بذاكر كويس الحمد لله، بعمل كل شوية تعايش معايا مع أحد الفرق، يعني آخر مرة تركيا كنت متعايش معاهم. أنا أكتر واحد أعرف قيمة منتخب مصر، لأن أنا سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى اسم عبد الظاهر الساقه منتخب مصر. يعني انا كنت في نادي المنصوره درجه تانية وبلعب منتخب مصر، فانا عارف يعني ايه قيمه منتخب مصر، اعرف يعني ايه انت تكون لعيب هناك ويعني ايه مدرب هناك. المنتخب انا بقول عليه يعني اديته كل ما املكه من قوه الحمد لله، وقدرت ان انا احصل على 3 بطولات الحمد لله، يعني بتشرف بيهم قدام اولادي كمان. قدرت ان انا اعدي نادي المئة 112 ماتش دولي، فده في حد ذاته الحمد لله قدرت ادي المكان اللي اداني. وانا مدرب عاوز اديله برضه، عايز بحلم ان انا اوصل مصر لكاس العالم، اكون موجود في التيم اللي موجود ده، او شرف ليا اكون موجود ان شاء الله رب العالمين. ما تعرفش الظروف جايه ايه، الكره علمتنا ان بكره ما تعرفش في ايه. لازم نستفيد من محمد صلاح بعد ما بيلعب في احسن نادي في العالم، نزل بدرجة، يعني زي ما نقول نزل درجة أو درجتين، بيلعب في نادي فورنتينا. يعني عمرك ما تقارن فورنتينا بتشيلسي، دوري عن دوري بيختلف، بطولات شامبيونز ليج، الراجل بيلعب في بطولة أبطال أوروبا، موضوع تاني خالص، بيلعب مع الكبار وينزل لفورنتينا، خد الكلام بتحدي جدا، وقدر ان هو يثبت نفسه تاني ويشوف نفسه تاني ويعيد نفس محمد صلاح تاني. خلي بالك بتعوز تحدي رهيب من لعيب، بتعوز إرادة غير طبيعية، بتعوز واحد ما عندوش يأس، واحد بيشايف نفسه دايما لسه ما حققش طموحه، دايما بيقول انا عاوز، دايما جعان زي كريستيانو زي ميسي. لو جيت تشوف كريستيانو وميسي بيلعبوا ليه ما تعرفش، الراجل اللي عايز فلوس ولا عايز شهرة ولا عاوز اي حاجة تانية من الكورة، خلاص شبع بطولات كمان، لكن دايما عايز يبقى هو رقم واحد، هو ده. فمحمد صلاح عمل كده، اتعلم من الكبار، عشان كده عاد نفسه من تاني. فانا بقول يا رب يا رب كل الناس تستفيد من محمد صلاح، كل اللاعبين اللي موجودون، المنتخب الاولمبي بالذات عايز اللعيبه دي زي ما نقول في لغه الكوره كده ايه، يعض على سنينه بقى، لان هو ده هدف وصغير، وفي الفتره دي لو ما كنتش احترف امتى؟ فعايزهم ياخدوه تارجت في حياتهم ويستمروا، ويقول ان احنا عايزين نلعب في تشيلسي وعايزين نلعب في الارسنال. الكوره دنيا صغيرة جدا، وادانا محمد صلاح مثال ان مفيش في الكرة معجزة. رجعكم تاني بعد الفاصل مع نجمنا الكبير ومدفعجي الكرة المصرية والهداف التاريخي للدوري العام المصري كابتن حسن شاذلي. كابتن شاذلي، احنا اتكلمنا على الفلوس زمان ووسيله المواصلات والبتاع، كنت تقول يعني كنت بتاكل ايه وتشربوا ايه زمان؟ يعني النهارده في معسكرات، في اكل في احسن الفنادق، يعني حاجات تانية، حياه تانية غير الحياه اللي بيعيشها النجوم الحاليين. لا هو زمان كنت بتعتمد على البيت اكتر حاجه، يعني على البيت. وبعدين اللي في البيوت عارفين انت بتلعب رياضه او بتلعب كوره، فمحتاج تغذيه بالظبط، يعني عمليه كنت
كان عمليه سهله بالنسبه لي. كنت بتطلب الحاجه ايه بقى قول لي؟ لا يعني او كنت بتحب ايه يعني التوقيت ده؟ كنت حريص انك تاكل ايه وتشرب ايه وتنام امتى وتصحى امتى؟ لا النوم ده زي ما انت عارف كده انا متعود ان انا انام بدري. يا جماعه انا عايز اقول الكابتن يعني حاله استثنائيه لمحمد عباس وبرنامج حصاد النهار، هو بينام بدري بس يعني استاذنا النهارده هنسهره شويه. لا تحت امرك يا ربنا يخليك. فطبعا التغذيه كانت مهمه جدا بالنسبه للرياضي يعني. ما كانش فيه الرعايه الكامله دي زي دلوقتي. ما كانش فيه المعسكرات. انا اول مره رحت معسكر سنه 60 اللي هو المنتخب، كنا رايحين نلعب في الدوره العربيه بالمغرب. المغرب اول مره يختاروني انا وكرم بتاع سك حديد. فطبعا كان معانا نجوم مصر كلها خلال في المنتخب ايامها، عبد الجليل وعادل هيكل وصالح سليم طبعا ورفعت الفناجيلي بس الدوره دي حصل فيها خناقه جامده جدا، كان اخر ماتش بتوع المغرب وبتوع ليبيا مع المغرب معنا احنا معكم انتوا المغرب ومصر. اخر ماتش كان المغرب ومصر في النهائي، لو احنا تعادلنا ناخد البطوله. نزلنا الشوط الاولاني جبنا جولين بدوي، كان معاكم كابتن رفاعي حكى لي القصه دي. رفاعي ايوه رفاعي قال لك رفاعي بقى كان في مصر كان قوي قوي طبعا مذبح. فانا كنت بلعب في الدوره دي وينج ليفت، الوينج ليفت كان يرجع يساعد الباك ليفت يعني كانت الكوره كده وانا راجع فالوينج رايت اللي على رفاعي اشترك معايا جامد فانا عايز اهدده يعني بقى رفاعي فبقول له يا كابتن رفاعي اللعيب ده ضربني قال لي انا مالي، قال لك انا مالي باعك باعني فطبعا جريت على قدام ما رجعتش تاني اساعده ولا حاجه براحتك بقى. لكن كان لعيبه ما شاء الله. احكي لك موقف للكابتن رفاعي ربنا يا رب يديله الصحه طول العمر. لما جه هنا ريفيلينو جرينشا لما لعب عليه جرينشا بقى ورقصه وبتاع قال له يعني ده الاول قعدوا اسبوعين يجيبوا لرفاعي فيلم جرينشا بيرقص ازاي بالظبط يعني تعمل له كده اعتقد من الكابتن كان يغطي وهو يدخل وراه وكده وبتاع تخش كده تعمل كده الماتش كان في النادي الاهلي انا كنت صغير وبتفرج فكان سمير قطب بيلعب قدام ملك السبعات رفعت فجرينشا ماشي لسه يعني الماتش ما فيهوش يعني فجت الكره لسمير قطب راح عامل السبعه بتاعته فطبعا جرينشا بص لهم كده الجمهور هاج رفاعي وبتاع راح واخد الكوره هو من السنتر كان عبد الجليل جون راح شيطه في المقص القريب كابتن رفاعي بيقول لك عدى جاي افرش له على الارض لا تفرش اما عدى نطت بالكوره من فوقيه كان معروف ان هو بيرقص على الرجل الثابته. كابتن رفاعي قال لك ايه؟ انا زعلت قوي قلت وزعلت من ابويا انه ما علمنيش عشان اقدر اشتمه باللغه بتاعته. لا لا وقال له قول له ان انا باك جامد قوي يا ابن الذين في بلدنا. رفاعي كان جميل طبعا رفاعي يعني من نجوم الكره المصريه الاصيله يعني رفاعي وعبد النصح دول سمات ظاهره في الكره المصريه زي الشيخ طه زي رفعت الفناجيلي في نجوم يعني مثلا لما الاسماعيلي كان درجه ثانيه رضا وشحته والعربي يوسف طربوش والسقه طلعوه درجه اولى وبعدين بقى ينافس في الدرجه الاولى وصل نهائي الدوري العام 63 مع الترسانه والزمالك بعد كده الكابتن علي ابو جريشه سيد عبد الرازق طبعا اسامه خليل دابو نجوم دابو طبعا دابو بعد كده راح السعوديه وقعد في السعوديه بقى نجم في السعوديه طبعا بقى نجم وانوس ده كان من احسن مهاره لعيب كره في مصر يا سلام والله بيرقص الهوا زي ما بقول لك انوس ده بس هو حظه وحش في الاصابات طبعا على ابو جريشه ملك ضربات الراس يعني حاجه جميله كابتن عربي الله يرحمه والعربي الدريبلينج المهاره جميل يمسك نص الملعب يقلبه فدي طبعا زي ما قلنا على الاهلي الزمالك طيب. بيقول على الاسماعيلي كابتن انتوا كنتوا اعلى مستوى النادي الترسانه اللي هو من 59 من 9 ده نادي الجزيره لما كان فتره التهجير كان الاسماعيلي بيلعب في نادي الجزيره عامل معسكر هنا ايوه مستر تومسون شكرا يا كريم كان مستر تومسون ده بقى لقطات بقى لقطات بقى ده المعلم عثمان احمد عثمان اهو عثمان بيه اهو ايوه خلي بالك هنا ده فريق ده الاسماعيلي مش الترسانه الاسماعيلي ما هو طالما اتكلمت حضرتك على الاسماعيلي جاب لك لقطات لا طبعا ده حاجه يعني في عزهم في عز الاسماعيلي هذه ميمي درويشه واحد اهو الله يرحمه ياسين الليه طبعا لقطات نادره يعني حاجه جميله بشكر كريم انا تذكره للاسماعيلي كان ليا برضه حكايه صغيره كده اتفضل سنة 70 انا كنت بلعب في الكويت في 70 ده انت في بداية تبقى كابتن
كان اول مدير فني يفوز مع منتخب الكويت كابتن الطاطوخي. لا كمدرب مدير فني. لا لا ما كانش، كان يمكن قبل كده. انا رحت نادي هناك في الكويت في نادي الشباب الاحمدي في الاحمدي. الاحمدي طبعا. اللي هو ميناء الاحمدي حل مشهور. فالمهم فجه مصر كانت مغلوبه من المغرب في المغرب 3 تصفيات ومن تونس 3. فبعتوا لي انا والكابتن طه بصر الله يرحمه. ايوه. عشان نيجي نلعب قصاد المغرب. فجينا يوم الخميس والماتش الجمعه. كان بقالي 6 اشهر ما جتش مصر خالص خالص. طبعا التمرين مختلف والحاجه يعني ما. المهم الله يرحمه ابراهيم الخليلي جه خدني من المطار ورحنا قابلنا الكابتن حلمي الله يرحمه، حسن حلمي كان هو المسؤول على المنتخب. قال لي بكره ومش عارف ايه يعني الكلام ده كله. المهم نزلت تاني يوم الماتش، انا كنت كابتن المنتخب، ربنا وفقني وجبت جولين. الشوط الاولاني 2-0، الشوط الثاني احمد ماهر بيشوط كوره جت في صدر واحد منهم ودخل الجون فينا. طه بصر جاب الثالث، جه فينا الثاني. المهم كسبنا 3-2. ففوجئت ان المهندس عثمان احمد عثمان بعت لي يعني قال لي انا عايزك وبتاع في شارع سليمان باشا ولا. فرحت له شارع عدلي. شارع عدلي فرحت له المقال العربي. ايوه طلعت اتفضل اهلا يا عثمان بيه صحتك وبتاع. قال لي انا مبسوط امبارح ماتش كويس وبتاع. قلت له ربنا يكرمك. قال لي انت بتلعب في الكويت؟ قلت له قال لي بتاخد كام في الكويت؟ قلت له باخد 150 دينار. قال لي لا كتير علينا، لو اديتك انت لازم ادي لايه؟ طبعا لكل اللعيبه. فده قلت له متشكرين يا عثمان بيه، رحت اخد بعضي. ما كانش فيه امكانيات في مصر. تعرف ايه 50 دينار حالا بسعر النهارده بتاع 3000 جنيه؟ هناك كان 50 دينار تقريبا 3000 وشويه. لا كان في الوقت الحالي. كان الدوبل ساعتها يعني. في الوقت الحالي يعني كانت يعني انا سافرت الكويت عشان اشتري عربيه. وجبت عربيه 128 ب 800 دينار. اللي بعت اللي بعت اللي بعتها بعد كده لما رجعت بعدين سنه بعدين. انت مالك بتكسف ليه؟ في يعني عايز اروح للاول هنتكلم على الترسانه والدوري وارجع كده. في اشخاص في حياتك طبعا لهم تواجد كويس قوي. ايوه انتوا بقى الطفره الكبيره جدا للترسانه والشواكيش، سموكوا شواكيش لمين سموكوا شواكيش؟ الاستاذ نجيب المستكاوي طبعا عمنا الكبير. لان احنا كان عندنا لعيبه مشهوره بالعنف بالعنف طبيعه لعبهم، الكابتن فؤاد جوده ايوه والكابتن خيري، دول كانوا بيلعبوا. يمكن الكابتن صالح سليم الله يرحمه مره مره فؤاد جوده جبس له رجليه كان لعيب الكره بس صناعيه يعني اقويه جدا يعني. فسمانا الشواكيش على هذا الاساس. قول لي ايه اللي ميزكم عن الاهلي والزمالك في موسم اللي خدته في الدوري؟ لا احنا نافسنا 5-6 سنين قبلها. قبلها. يعني كان عندنا مهاجمين لما بتقول مثلا اللي عدوا ال 100 بتقول الشاذلي ومصطفى رياض. طيب انتوا 65 وبعدين 61 62 انت خدتوا الدوري 62. 62 63 62 63 و63 قبلها كنتوا بتوصلوا يعني قريبين جدا من بطولة الدوري بالظبط. ايوه وقبل كده فزتوا على الاهلي 5-1 5-1 و4-0 و4-0 في الترسانه و5-1 ما توقعناش بقى في الخلينا. لا تاريخ. لا ده تاريخ. كابتن شاذلي ده تاريخ، احنا مش بنزيف ولا بقول، دي حقائق في موجوده في تاريخ. لا هو هو طبعا كانت بدايه ثلاثي الترسانه مصطفى رياض وبدر فتاح والشاذلي طبعا في الماتشين دول. بس انتوا ثنائي اكتر ليه الشاذلي بعد كده بقى ما هو بدأوا سابنا بدأوا سابنا وراح الاولمبي فبقيت انا ومصطفى رياض اكتر ناس لعبوا في الملاعب انا ومصطفى. طيب حقبه الستينات او من بدايه من 59 بعد كده 65 و66 و67 كاس مصر. ايوه مرتين كاس مصر مرتين اللي خدتوها 65 و67 وطلعنا الثاني 66 والثاني 66 قدام النادي الاهلي وكان حكم مباراه الحكم الكبير كابتن علي انديل. علي انديل الله يرحمه. جبنا 3 اجوان ما اتحسبوش يوميها. لو حليناهم النهارده ايه يطلعوا ايه؟ يطلعوا اجوان. لا 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 كان يعني ما هو انت كان عندنا مجموعه مهاجمين منتخب مصر يعني في غانا 63 لما سيبني هروح لغانا البطولات الافريقيه لوحدها خليها في جزء كويس. ما انا هقول لك مين اللي كان بيلعب. طب اتفضل. كان بيلعب مصطفى رياض وانا ومحمود حسن ما شاء الله ومعانا رضا يعني ثلاثه من اربعه الله يرحمه. لعبنا البرازيل في استاد القاهره مصطفى رياض وانا ومحمود حسن فلو ده يعني بنلعب ما فيش حل يعني. فطبعا ده اللي خلى الترسانه
خد الدوري وخد الكاس. الهدف اللي انت جبته في كابتن هشام عزمي اللي يوريه لنا كريم 75 سنه 75 ايوه شفت كشوت ملعب الزمالك كان عامل ازاي مليان 20 30 الف ملعب الزمالك اللي متعب الحالي ده قبل ما يشيلوا المدرجات فيه وبتاع اتفرج هنا 20000 هنا يا كابتن كنت صحاب يا كابتن يعني بعد المباراه مين غالب مين مغلوب واحنا في الملعب واحنا في الملعب والكابتن لطيف كابتن لطيف الله يرحمه اتخض الجمل بقى كابتن الجمل هو على كابتن الجمل اتخض لسه بنتكلم في الجمل طلع النخله لقى الكره قال لك الكره اوت لقى جوه الجول كابتن هشام عزمي استغرب حتى لقى الكره في الجون لا مره كنا بنلعب ماتش نهائي في المحله في المحله الترسانه وقلوب القناه نهائي الدوري العام في المحله نهائي الدوري العام في المحله سنه كام؟ سنه 62 63 احنا غلبنا سنه سنه انت كنت ماشي فيها ايوه جه فاول للترسانه من الوينج رايت من ال من بره الصندوق في من الوينج رايت من الوينج رايت من الجنب فكابتن لطيف كان الماتش بيتسجل وبيتذاع بالليل ما كانش فيه على الهوا من مش على الهوا لا فروحت انا ثبت الكوره فكابتن لطيف قال ايه ده المفروض الكوره دي هتعمل ايه؟ هتلعب اوفر يعني عرضيه انا طبعا ثبتها ملعب المحله فيه ملقى في هوا كده احنا حافظينه الجول اللي على اليمين ده فرحت بثبت الكوره كان حارس المرمى سمير شفيق كان حبيبي وصديقي يعني عازمنا على الاكل والحاجات دي جدع قوي بعد كابتن خورشيد لا ده هو كان في كنا بنلعب القناه سوري انا اسف مش المحل انا اسف فالمهم شوط الكوره بوش رجلي راحت رايحه راحت البعيده ودخل الجول وعدت وراحت جول المهم جبت جولين انا في اخر الشوط الاولاني جه فاول من نفس المكان انا المفروض بقى يعني ما اروحش يعني اسيب حد يرفعها بقى لا رحت رايح فالكابتن لطيف قال لك ايه طب احنا هنشوف بقى اللي فاتت دي كان حظ ولا كانت ايه هو يورطك بقى رحت واقف نفس الوقفه وعاملها كده راحت رايحه ضربه في المقص لا ما كانش حظ بقى فقال لك ده احسن من جول طبعا 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 كابتن يعني الدورات العربيه انت قلت بالمغرب ودوره المغرب حصل فيها مشاكل دي وكابتن رفاعي ما سالش عنك ايوه بعد كده البطوله العربيه الثانيه كانت بالقاهره 66 جبت فيها 5 اجوان جبت فيها 12 جون 12 جون 5 اجوان جبتهم في الاولانيه في الاولانيه انا اسف 12 جون طب مصر والسودان وفي يعني كان زمان في رفه كده ايوه بالجنيه المعدن او بالظبط يعني كسبتوا انتوا كان النظام كده كان حتى النظام كده الماتش النهائي احنا والسودان السودان طبعا كان فيها جاكسا وحاجه نجوم وثابت دودو نجوم السودان ايامها يعني كان فرقه زي عندنا كان ايامنا كان مصطفى رياض وشحبه وبدوي والجهري بتاع الزمالك الجهري الكبير في نص الملعب كان في نجوم في البلاد ساعتها يعني فطلعنا 0-0 كان فعاملين مش ما فيش وقت اضافي ولا ضربات ترجيح فعاملين طص نظام الطص فجه الحكم عمل فاحنا كسبنا فخدنا البطوله كان بيشاهد المباراه الرئيس جمال عبد الناصر طبعا زعيم كان في والملك فهد ملك السعوديه والملك فهد كان كان بيعملوا صلح كده وبتاع فجم الاستاد المهم خدنا البطوله وخدنا الكاس احنا الرئيس بقى قال لك لا ينزل طلعت خيري وزير الشباب يسلمهم الميداليات في الملعب بقى احنا فرصه ان احنا نسلم الرئيس نسلم على الرئيس ونعمل فالظروف بتختلف طبعا الظروف بتختلف طيب اشخاص في حياه حضرتك وبعد كده هروح لبطوله غانا اللي انت جبت فيها 6 جوان وطلعت فيها الهداف كابتن مصطفى رياض توأمك نقدر نقول توأمك في الملعب طبعا ده قدري مش توأمك قدرك يعني كل واحد يعني زي اخوك زي خلاص يعني بكل الحاجات الكويسه اللي فيه هو يعني تاريخي كده وقدري كده معاه يعني خلاص تقول له ايه؟ اقول له ربنا يديك الصحه ويفوقك وتبقى كويس يعني كابتن فؤاد صدقي المدير الفني للمنتخب في سنه 63 في غانا ايوه لا هو كابتن فؤاد صدقي جه فتره صغيره ما كانش يعني ما كانش في اعداد لغانا ولا كان في حاجه كان حتى ايامها كان في منتخبين منتخب رايح اندونيسيا جاكرتا جاكرتا وده غانا انا كانوا واخديني في جاكرتا فازاي ياخدوني في جاكرتا ازاي يعني فروحت الاتحاد الكره متضايق فقابلني الاستاذ يوسف الشريع كان هو المسؤول يا شاذلي فيه قلت له ازاي يعني تودوني انا مع ويعني عايز تروح غانا قلت له قال لي خلاص روح غانا ودوني غانا
جاكرتا خدت البطوله خدوا كل لعيب 1000 جنيه الله واحنا ما خدناش 50 جنيه شفت بقى بس بقى اللي كسبت انا ايه طبعًا بقى طبعا الهداف الهداف اسم وتاريخ شوف بقى طبعا دي طبعًا. يعني ربنا بيعوض اكيد اكيد الفلوس مش كل حاجه لا لا كابتن حسين مدكور كابتن حسين مدكور كان اب روحي للمنتخبات في فترات اوائل الستينات لان هو كان راجل كروي على اعلى مستوى سواء عدو اتحاد كوره او وكان ضابط في الجيش فعنده سلطات واسعه بجانب اخلاقه الجميله فده كان هو المسؤول عن المنتخب فتره طويله قوي مع كابتن محمد الجندي طبعا ما نقدرش ننساه طبعا هو الاب الروحي لكل اللي جيلنا الكابتن محمد الجندي هو اللي اختارنا وهو اللي هزر معانا وهو اللي اتريق علينا وهو اللي عمل كل حاجه وعلمنا الكوره يعني كابتن عبد الصالح الوحش الكابتن عبد الصالح الوحش مسكنا فتره كانت فتره جيده جدا لكن ما كانش فيها كوره ما كانش فيه دوري وبالتالي كان بيبذل جهد جامد جدا يعني رحنا 70 في السودان كان هو المسؤول عنها لعبنا ماتشين الجزائر في مصر والجزائر في الجزائر كان هو المسؤول يعني اذكر انا المباراتين دول كنت انا وعلى ابو جريشه انصادين الجزائر هنا كسبنا 1-0 على ابو جريشه عمل لي الكوره رحت شايطها راح جاي جول بالظبط رحنا الجزائر طلعنا 1-1 برضه انا جبت الجول كان في موقف طريف جدا في الجزائر هناك السفير قابلنا وقبل الماتش وجدعنه وشدوا حيلكم واللي هيجيب جول انا هعمل له ايه مكافاه فانا جبت الجول بقى ففرحان بقى اني اخد المكافاه طلعت ايه لا. زيت زيتون ولا ايه عامل لي ولا بلح عامل لي شيك ب 20 جنيه اصرفه في مصر واحنا في الجزائر فمصطفى قال له لا انا لازم اخد 10 جنيه انا اللي لعبت له الكوره طبعا قلت له بالك بقى انا اللي لعبتها من الاول قبل كده نيجيريا انتوا كسبتوا نيجيريا 6-3 ايوه كابتن رضا جاب 3 اجوال رضا يعني برضو ماتشات وفزت على كوريا 10-0 لا وعلى إيه؟ لا كوريا اليابان مصطفى رياض كابتن مصطفى رياض لما كان هداف جاب تقريبا جاب 10 تجوان جاب 6 في كوريا واربعه يعني لكن احنا في السودان الخرطوم في السودان برضه مصطفى رياض كان معانا المرحوم رضا كسبنا نيجيريا 6-3 جاب 3 وانا جبت 3 طلعنا مع السودان 2-2 انا جبت جول ورضا جاب جول ولعبنا على الثالث والرابع مع الحبشه انا جبت جولين وعز الدين يعوج جاب جول طب شفت تصفيات احنا برضه هلعب نيجيريا وتشاد وتنزانيا ايوه الجيل الحالي او المنتخب الحالي بعد اخفاق الكابتن شوقي غريب لظروف ما وهكتور كوبر المدير الفني الارجنتيني اللي تولى قياده منتخبنا الوطني شاف الامور ماشيه وتحرك يعني كنا مستمتع بيك كمحلل كبير جدا بتحلل على مباراه الدوري ومباراه المنتخب شايف الامور ماشيه ولا شايف كره القدم في عصره كبيره جدا؟ لا هي يعني الظروف صعبه مفيش كلام يعني الظروف بالنسبه للرياضه والكره صعبه لان احنا زي ما بتشوف ان احنا بنلعب في الاسبوع كل فرقه بتلعب مرتين ماتشين وبالتالي مفيش اصلاح مفيش زياده لياقه بدنيه يعني حاجات كتيره وتبقى ناقصه طب اقارن مع حضرتك الفتره الحاليه وفتره من اواخر الخمسينات والستينات لما كان كل المدربين الموجودين تقريبا في الدوري المصري من يوغوسلافيا والتكر كان ماتيكو كالو كان مدرب ماتيكالو لا بص طب نطلع فاصل؟ نطلع فاصل، طب نطلع فاصل طيب خلاص. رجعنا لكم بعد الفاصل وزينا متواصلين مع نجمنا الكبير مدافعي الكرة المصرية كابتن حسن الشاذلي. كابتن الشاذلي يعني نادي المئة وإذا عندك نادي المئة هنقول بس أنت في أرقام عندك يعني ما حدش قدر يحطمها اللي هي طبعًا الأهداف 187 هدف 176 سوري 176 هدف 176 هدف وفي موسم 74 المدام كانت وش صعد عليك لما اتجوزت جبت 34 هدف مظبوط ده برضو يعني لا 34 هدف ده رقم يعني ما تحطمش لحد النهارده لا صعب يعني في ظل الطرق اللي بيلعبوا بيها يعني الامكانيات المهاريه قليله عكس زمان يعني لان اللي بيخلينا اجيب 34 زي ما قلت لك ان جنبي مصطفى رياض ورايا ابراهيم الخليلي ناس صنايعه كوره فعارفين انا عايز ايه اللي عايزه انا بيعمله لي فبيريحوني فانا بجيب جوال 34 هدف 34 هدف محمد حسن الشاذلي ما جابش حتى 5 اهداف صح؟ محمد حسن الشاذلي كان حظه كانوا بيحاربوه في الناشئين وانت اسطوره الترسانه ها؟ مفيش فايده كابتن محمد
اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اخبارك؟ ازيك كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ يعني كابتن يعني قول موسم بس 74 جاب 24 هدف، بقول محمد حسن مش حتى خمسه؟ انا اجي ايه بس جنب ابو الكباتن ولا لا. حاجه ما تجيش جنبه حاجه. طبعا ده الرمز والقدوه بتاعنا ده. طبعا طبعا، ربنا يخليك، ربنا يخليك يا كابتن. يعني طبعا اكيد الكابتن حسن دور كبير جدا في حياتك يعني برضو. طبعا كابتن معاك، اتفضل. طبعا انا اصلا يعني نشات في نادي الترسانه وحبيت نادي الترسانه بسبب طبعا الكابتن، يعني ربنا يخليه لينا، هو اللي حببنا في النادي وهو اللي حببنا في نادي الترسانه، واتولدنا فتحنا عيوننا شفنا النادي ده يعني. فالكابتن هو اللي حببنا في النادي بصراحه. وبعدين الكابتن عمره ما خرج بره نادي الترسانه بالظبط، هو طول عمره ابن نادي الترسانه وهيفضل ابن نادي الترسانه. طبعا دايما بتبقى عندك يعني تتفاخر ان الكابتن شاذلي هو الهداف التاريخي للدوري العام المصري او الكره المصريه. طبعا طبعا، هو مزاج عنده الحكايه دي، مزاج عنده طبعا. انا بسأله سؤال والله ما اعرف يعني. وهداف افريقيا كمان، انا عارف هداف افريقيا 63 تمام، والهداف التاريخي للمنتخب الوطني ب 12 هدف. ايوه مظبوط مظبوط تمام. ربنا يخليك ربنا. طب معاك الكابتن يا ابو حميد. ازيك يا ابو الكباتن، عامل ايه؟ منور. زي الحال. مفيش بابا ولا حاجه؟ مفيش بابا رسمي؟ رسمي؟ دلوقتي يا ابو حميد احنا هنسال عن حاجه والنبي. اتفضل يا ابو الكباتن. بالنسبه ل في موضوعين بالنسبه لنادي الترسانه. ايوه. ظروف نادي الترسانه ايه بالنسبه ل يعني الصعود؟ والله احنا النهارده كان عندنا ماتش مع سكر الحوامديه. عملتوا ايه؟ اتعادلنا 1-1 بس والله يعني الماتش يعني احنا نكسب 5-6 مستريح. بس طبعا ما كانش فيه توفيق، والمباراه تحولت من صوت لصوت تحول رهيب. طبعا الواحد مش عارف ايه السبب، الكوره ما كانتش عايزه تخش، وبعد كده جالنا ضربه جزاء وجبنا جون وربنا ما وفقناش، اتعادلنا يعني الحمد لله. بس يا محمد ابو حميد الاسبوعين اللي فاتوا الحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا 5-6 بالظبط. مظبوط. بنها 1-0 والانتاج الحربي 2-0. ايوه مظبوط. بس احنا طبعا كان نفسنا نكسب النهارده عشان نكمل يعني مسيره الفوز. احنا الترتيب، الترتيب ايه حالا يا كابتن محمد؟ الايه؟ ترتيب الترسانه. احنا الرابع. الرابع وقريب في في الرابع 28. احنا الرابع والاول، والاول الاول الترقي، ثلاث فرق في دوري الترقي. يعني برضو ان شاء الله لو حافظتوا على كده في دوري الترقي ممكن الامور تختلف تماما معاكم. مظبوط مظبوط. ما احنا هو ده الهدف اللي احنا عايزين نوصل له، بس ان احنا نوصل لدوره الترقي. طيب طبعا هو موضوع دوره الترقي ده برضو بتبقى يعني حاجه من عند ربنا برضو يعني. يعني لان هي بتبقى ماتشات رايح جاي وفيها سخونه وسخونه، وبتبقى اصعب من اي حاجه بصراحه. كابتن محمد اكيد الكابتن شاذلي كان له دور كبير جدا في نجاحك كعضو مجلس اداره في نادي الترسانه اكيد صح؟ لا لا طبعا. لا لا اكيد طبعا، هو اللي خلانا نطلع الاول. ايوه كده ايوه. بقول لك لا لا، هو طبعا انكار ذات. لا طبعا ده حقيقه. ما اقدرش انساله طبعا، الفضل ده طبعا. طب الكابتن، احنا حبينا النادي من ورا الكابتن والله. طب الكابتن شاذلي الواحد نفسه يقدم للنادي اي حاجه يعني. انا عارف والله بجد يعني. انا عارف. معانا ترتيبات، ترتيب المجموعه الثالثه هو الشرقيه لدخان 44، السكه الحديد 31، كم؟ 31. السكه 31، ونجوم المسابقه 31، والترسانه 28، والانتاج الحربي 27. يعني ماتش واحد على فكره يفرق، خلي بالك. في الترتيب. طبعا طبعا. ما احنا عشان كده النهارده يعني كان مكسب النهارده يفرق معانا قوي. بس الحمد لله يعني، الحمد لله. طب ايه دايما يعني المقوله او الهدف او المعلومه دايما اللي بيقولها لك كابتن حسن، انت دايما تبقى شايفها دايما قدام عينيك؟ والله هو بابا دايما بينصحني ان انا اعمل الصح حتى لو هبقى ضد الناس كلها. يعني حتى لو الناس كلها شايفين حاجه وانا شايف حاجه ان هي مش صح اقول. طيب يعني ما يفرقش بقى اي حاجه ايا كان. طيب الكابتن حسن كان بيتكلم مع زميلي احمد كوانكو وبيقول له حكمتك ايه؟ قال له لا يضيع حق وراءه مطالب. تتفق معاه ولا انت ليك دايما مقوله ثانيه او يعني لا بتفق طبعا معاه؟ لا انا ما اقدرش اعترض الكابتن في حاجه. ده الكابتن مسيطر ها؟ بقول لك ايه محمد، اسمعني. الكابتن مسيطر حتى عشان ابنك كمان اسمه حسن ها؟ ابني ده اجباري. اجباري. وابني برضه مدام رانيا اسمه حسن. ايوه مظبوط. مدام ريهام اللي اختلفت بقى، عندها سيف وحمزه، هي دي بيعرف اللي ايه. ايوه بالظبط. شكلها مسيطره اكتر او نفوسها اقوى. ده حسن الصغير وفي حسن الكبير بقى. ما شاء الله. كابتن محمد حسن شاذلي عضو مجلس اداره نادي الترسانه، بشكرك، ويا ريت مره تبقى انت وابن الكابتن شاكر اللي بتمنى له التوفيق والشفاء ان شاء الله تبقوا معانا
اولاد نجوم وبيكملوا المسيره، والترسانه دي كان لها شانه ورانا في الستينات الشواكيش يعني. يا ريت نفتكر تاني جيل الترسانه مره اخرى. شكرا يا محمد. شكرا ابو حميد. المدام رفقه كفاحه طبعا. فضلها كبير عليا. ممكن تلاقي الباب مقفول. لا فضلها كبير عليا. تلاقي الباب مقفول وانت داخل، انت حر بقى براحتك. لا ما انا معايا المفاتيح. معاك المفاتيح؟ ما انا مش لسه مكلمها قدامك. في ترفاس، في ترفاس ورا الباب. لا دي الخير والبركه هي. قول لها هتقول لها ايه؟ والله والله ربنا يخليك ويبارك لك، ويعني دايما الراجل اللي حظه كويس ان يقع على ست صالحه. فالحمد لله انا مراتي صالحه جدا الحمد لله. ويعني ما اقدرش اقول لك يعني بتكافح معايا وبتديني وبتزق فيا وواقفه ورايا طول. كان في مشكله في جوازك ولا في حاجه ولا بتاع، ولا الامور كانت زمان برضو يعني؟ لا كانت في مشكله صغيره بس عدت يعني. طب الحمد لله. لان هي خالها الدكتور حسن عباس زكي عمها حجازي. الله 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 الله. ايه اللي دخلك السكه دي؟ حجازي رئيس وزراء مصر. حسن عباس زكي برضو كان من الناس الكبيره. كان وزير اقتصاد. وزير اقتصاد خالها. اخوالها. والدكتور حجازي رئيس الوزراء. دول من البلد يعني عمامها يعني. فطبعا لكن الحمد لله ان ربنا وفقني ويعني ارتبطت بيها وساعدتني كتير جدا من كل الوجوه. ازاي اشتغل، ازاي اعمل، ازاي لازم اسافر بره، لازم. طب والله ده كويس ان التوجيه ده يا كابتن حاجه مهمه جدا جدا. يعني هي دلوقتي عايشه معايا مشكله الاعلام. ايه بقى مشكلتك في الاعلام قول لي؟ ان المفروض انا بحب تحليل المباريات. يعني بحب. انت قيمه لاي قناه يا كابتن حسن؟ معلش انا يعني بعد ما اعتزلت التدريب والخبرات اللي عندي دي كلها. لان انا وانا بدرب طلعت الترسانه مرتين الدرجه الاولى. طبعا طبعا. طلعت نادي الحال. ودايما وقت ما الترسانه بيحتاجك بتبقى موجود يعني. ولما قبل كده اعتزلت وطلبوك رجعت وبعت وبعت انت كابتن مصطفى وبعت العربيه. مظبوط. انت كل ما اجي اقول لك بعت العربيه مش تتكلم في الموضوع ده ليه؟ فزي ما بقول لسيادتك ان الواحد طبعا لما بيحب حاجة بيديها كل جهده وفكره. فده اللي انا كنت مركز عليه الفترة اللي فاتت دي، السنين اللي فاتت. ناحية تحليل المباريات يعني. والحمد لله يعني في رؤية كويسة وفي مقابلات كويسة من الناس وظروف ربنا ظروف ينصلح الحال يعني. مصطفى نوير اصلا من روض الفرج. أيوة. لك انت لسه بتروح روض الفرج؟ طبعا بتروح. اللي ملوش قديم ملوش جديد. لا وبصلي الجامعة تحت بيتنا. يا سلام. يوم الجمعة. لا ما كل 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 جمعة؟ تقريبا يعني. تقريبا. مش يعني ما ده ما يعني الواحد ما يقدرش ينسى الحاجات دي، ما يقدرش. لان دي بتعتبر بلد الواحد يعني. طب رانيا وريهام طالعين للوالدة ولا فيهم طالعين يعني طباعك انت يعني التركيبة فين؟ لا التركيبة لامهم طبعا. يعني طالعين لامهم يعني اكتر مني. ومحمد هو الوحيد محمد اللي طالع لي يعني. محمد. الاولاد ولاد رانيا ولاد رهام. اللي هو مصطفى انت ده. انت شكلك يا كابتن الحكومه عندك قويه جدا. جدا. بس انت طيبة. انت نظام اللي لا قويه الحكومات. وطيبه. لا قويه وطيبه. وده مهم جدا. عندنا مصطفى ده بيلعب تحت 15 سنه في الترسانه ما شاء الله. مصطفى التميمي ابن رانيا. حسن فيش حد حسن سباح. حسنين ما فيش سباح. لا ما عندناش حسنين احنا حسن بس. ما حسن حسن ابن مدام رانيا وحسن ابن محمد. فيش حد من الحسنين كده يعني يبقى يطلع كده في حتى لو جزء منك؟ والله انا املي في ابن رهام اللي هو سيف. سيف سيف رياض ده بيحب الكوره. مصطفى نجم في فرقه ال 15 في الترسانه ما شاء الله. بيلعب بقاله 3 سنين. ابو تريكه جاي وانت حضرتك موجود في الترسانه؟ طبعا ده مش يعني انا عايز اكلمك على 2 عشان في لا انا اكلمك على 3. مين اكلمك على؟ محمد رمضان. طبعا. وعلي ماهر. وابو تريكه. بالظبط بالظبط. دول ولادنا. يعني دول ابو تريكه تحديدا كنت شايف فيه الموهبه ممكن لو انتقل لفرقه تانية يعني محترمي طبعا الترسانه فيها نقول المشاركات الافريقيه والمنتخبات والحاجات دي طبعا يبقى احسن. يعني ابو تريكه وهو بيلعب انا كنت مثل محسن صالح ماسك المنتخب. بالظبط. اكلمه اقول له يا كابتن محسن عندنا لعيب اسمه ابو تريكه اللي خده كابتن انور السلامه مع جيرار جيلي خدوه مره. أيوة. ورجعوه وكان لعبوه باك رايت كمان. المهم فيقول لي لا اصله بطيء اصله بطيء. يعني كل واحد له وجهه نظر. بالظبط. انا اقول له يا كابتن ما يعني فعلا. ابو تريكه ده يعني حاجه تحفه في الكوره بامانه يعني. يعني لدرجه ان لما كنت اعمل تقسيمه في الترسانه بين فرقتين فيجي
مره هيثم فاروق كان بيلعب عندنا في الترسانه. هيثم فاروق طبعا اه فعمل تقسيم انا نص ملعب يوم الخميس قبل الماتش بيوم يبقى ضحك وهزار وبتاع. ابو تريكه اختار فرقه وهيثم فرقه. فهيثم قال لي انت عايز مين يكسب؟ قلت له عايز ابو تريكه. انت بتحمسه؟ قال لي ازاي؟ في مدرب. قلت له انا حر يا اخي. بحب ابو تريكه ما عنديش مشكله يعني. فابو تريكه ده من الناس اللي طب كريم جابر كان بيقول اه ده هدف لابو تريكه. سالني قال لي اسال الكابتن حسن على كابتن خطيب. لا الخطيب بص في ناس قمم. هنختم بكابتن خطيب. لا في قمم. طاهر ابو زيد الخطيب دول قمم بالنسبه. حسن شحاته في الزمالك. حسن شحاته انا بتكلم دلوقتي انت بتكلم عن النادي الاهلي على اساس محمد رمضان بالظبط. في كتير حماده امام في نجوم لكن الكابتن خطيب بص مرقص الراجل ازاي من ايامه ولعيبه في القريبه. طب مين هيعمل كده دلوقتي؟ يعني شوف السرعه دي ده هدف كتوك. دي من السنتر ماشي بالكوره بص الترقيصه واحد اتنين ويحط لا استمتع بيه يا كابتن. لا ده حاجه الخطيب نجم نجم مهاري وخلق وقبل كل شيء. برضه برجع اقول لك طاهر ابو زيد من الناس اللي انا استمتعت بيهم. كابتن يعني ايه اللي بتحس انه في مسيرتك سقط منك او ما قدرتش تعمله كنت تحب تعمله؟ والله هي يعني المشكله اللي بيعيش فيها اللي زيي انه خارج الاهلي والزمالك. لا بس انت اسم ورمز وتاريخ وعلامه كبيره. كويس ما انا بقول لك يعني تخيل انت لو حظك كويس. لا طبعا انا معاك كنت أنا معاك. في الزمالك او في الاهلي كان فرق كتير بس الحمد لله لكن الحمد لله التاريخ ما بي يعني ما بيتزيفش. وعلى راي يعني عندنا كان عندنا المهندس حسن دره كان وكيل النادي كان راجل مؤمن اللي هو شركه دره بتاعت طبعا بتاع المقاولات فكنت لما اجي اقول له الفلوس يقول لي عيب عليك اديني صيتك وخد فلوس اقول له طب يلا. كابتن حسن انت شرفتنا النهارده. لا ده انت متشكرين يا استاذ محمود. لا وتحت يعني امرك يعني ربنا يخليك. انت عم تغلط في اسم محمد. محمد محمود ده لقب العيله. طب خلاص محمود بس محمود محمود وانا موافق. يلا محمود طبعا ده كان لقائنا الممتع مع نجمنا الكبير مدفعجي الكره المصريه والهداف التاريخي للدوري العام المصري والهداف ايضا التاريخي لمنتخبنا الوطني كابتن حسن شاذلي. هسيبكم تقرير من المنصوره ولعيبه وقدام لعيب المنصوره مع احمد كوان واشوفكم الاسبوع الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.